بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الفيديو ده هنحل مع بعض إن شاء الله قواعد الوحدة التاسعة من كتاب إيوان تريجر. أول سؤال بيقول لي my boss me that I could have rest that day. المدير بتاعي إيه؟ إني أنا كنت المفروض أخدت راحة ذلك اليوم. أكيد told me. لما يكون قدامك مفعول فأنت لازم تستخدم told. طب ليه ما ينفعش said هنا؟ said يعني قال. لو أنت قلت said me يعني قالني، ده طبعا مش منطق. طب ما احنا ممكن نقول اسكت مي يا مستر ويبقى معناها سالني. ما ينفعش اقول لك اسكت مي واجيب بعدها ذات اطلاقا، اسكت مي اف على طول او اسكت مي تو. طبعا وندرد كمان ما ينفعش بعدها مفعول، يعني ما ينفعش اقول لك مثلا وندرد مي ابدا، ما ينفعش ان انت تجيب بعد وندرد مفعول. رقم 2 هي ذات هي هاد كليند هيز كار. هو ايه؟ انه نظف سيارته. اكيد انت عايز تقول هو قال انه، يبقى هي سيد ذات، قال انه نظف سيارته. منى أسامة was living with his uncle. منى إيه؟ إن أسامة كان عايش مع عمه. يعني أكيد منى قالت أنه، يبقى said. طب ليه ما ناخدش أسكت؟ ما هو في مفعول اللي هو أسامة مثلا. لا، أسامة ده مش مفعول. لو أنت ركزت هتلاقي منى قالت أن أسامة كان يعيش مع عمه. طب لو قلنا أسكت هتبقى منى أسكت أسامة، معنى منى سألت أسامة وبعدين كان يعيش. منى سألت أسامة كان يعيش؟ لا طبعا غلط. She that she had waited for more than an hour for her appointment. Appointment يا شباب معناها موعد ومعناها تعيين. The appointment of him as a manager يعني تعيينه كمدير. She is that she had waited for more than an hour. هي أنها انتظرت لأكثر من ساعة. أكيد هي اشتكت complained. ولو أنت اخترت وشفت الباقيين دول هتلاقي ملهمش علاقة بالموضوع. يعني asked سألت، wondered سألت، ordered طلبت. She that she was hoping to come and see me the following week. هي انها كانت تتمنى ان تاتي وتزورني الاسبوع المقبل. طبعا لامت ولا refused رفضت ولا asked طلبت ولا explained اوضحت. اكيد اوضحت. طب ليه ما ناخدش asked؟ ما ينفعش نجيب asked that. he if you feel tired please sit down. يبقى هو قال، ما دام الكلام ده مباشر والكلام بين اقواس يبقى sit. she رودينا، يبقى هي قالت الى رودينا والكلام ده مباشر لان فيه اقواس يبقى نقول ستو. طب عايزين نحول دي يا مستر من كلام مباشر لغير مباشر، فتبقى المفروض يا شباب هتبقى شي told رودينا ونشيل اقواس ونحط مكانها not to open the door. 8 بقى منى not she usually walks to school. منى ايه؟ ان هي دائما تمشي الى المدرسه. يبقى اكيد منى قالت او منى تقول. شوف زمن الجمله كده، هنا في الجمله بقول لك she usually walks يبقى المعنى الزمن مضارع، وكونه مضارع فانت عايز فعل قولي مضارع، يبقى she says او منى says. she if I had gone to Aswan she would have gone with me. هي قالت لو انني ذهبت الى اسوان كان ممكن تذهب معي. يبقى هي قالت، يبقى she said. she me if I had gone to Aswan she would have gone with me. خد بالك في الاولانيه she if I had gun يبقى she said if يعني هي قالت لو. في رقم 10 she not me، me دي مفعول يبقى انت كده هتقول هي سألت اخبرتني، يبقى she told me. طب بالعربي كده هي told me اخبرتني. if I had gone to Aswan لو انا ذهبت لأسوان she would have gone with me، كان من ممكن تذهب معي. طيب رقم 11 رامي not he would phone me that evening. رامي ايه؟ انه كان ممكن يتصل بيا في ذلك المساء. يبقى رامي تعال نشوف اسكت طلبه، وانترد تساءل، بروميسد وعده، وانتد ارادة. طب ما انا ممكن اقول اراد ان يتصل بيا، بس هتبقى المفروض الجمله تبقى رامي وانتد تو فون مي، وبالتالي هنا وانتد غلط. طب بروميسد ذات هي وود، ما بروميس ذات وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. طب وانترد تساءل واسكت سأله، فانت بتقول رامي وعدني ان يتصل بي، يبقى بروميسد الاولى. طب 12 بقى she not to me that she had enjoyed the film. هي إلي يبقى أكيد explained to me، explained to me شرحت إلي. she him on getting great exam results. هي إيه؟ إن هو حصل على درجة عالية يبقى congratulated، هنأته على حصوله على درجة عالية. Mary رنا for not going to her wedding. ماري عملت إيه لرنا؟ لأنها ما راحتش حفل زفافها. أكيد شكت، اكيد ده لامت اللي هي بليمد. يبقى انت كده قلت لي ماري بليمد رانا فور نوت جوينج تو هير ويدنج، او كان ممكن نعملها بطريقه ثانيه ونقول ماري كومبلينيد ذات رانا didn't go to her wedding.
she that the accident was her fault. هي أن الخطأ كان خطئها، أن الحادثة كان خطئها. يبقى هي اعترفت، she admitted. I complained that it rather late and that it was time for him to go to sleep. I complained يعني أنا اشتكيت. لاحظ بقى ان الجملة كلها على بعضها كده، بص قالك ايه، rather late and that it was ماضي، for him to go sleep، و complained برضو ماضي، فالجملة كلها زمانها ماضي، فانت محتاج تاخد فعل برضو ماضي، فنقول I complained that it was، اشتكيت انه كان من المتأخر وانه كان ينبغي ان ينام. I said he be tired the next day. انا قلت انه سيكون متعبا في اليوم المقبل. لاحظ ان سيد فعل قول ماضي، فانت لازم تاخد برضو فعل ماضي، فعشان كده ناخد ود. طب ليه مش هاد؟ اصلك انت بتقول انا قلت انه سوف يكون. ثانيا هاد عايزه بعدها بين، ما ينفعش هاد والمصدر. 18 he said that he a to be a writer. هو قال انه ان يكون كاتبا، لانه اراد، يبقى he wanted. ما دام سيد ماضي يبقى فعل قول ماضي، فلازم اختار فعل ماضي، يبقى wanted. طيب 19 she admitted that her brother her was her housework or homework that afternoon. هي اعترفت ان اخوها كان يساعدها في واجبها، يبقى was helping. لاحظ ان admitted فعل القول زمن ماضي، وهنا that afternoon برضه زمن ماضي، فانت لازم تختار فعل ماضي. she said they them there the following Saturday. لاحظ ان said ماضي، فبالتالي انت كده عامل حسابك ان فعل القول ماضي. وبعدين قرأت، كملت قراءة، قال لك the following Saturday، وانت عارف ان مع the following يا مستر بياخد مستقبل، يبقى انت كده هتستخدم في الجملة دي مستقبل. المستقبل مين هنا في دول؟ لاحظ المستقبل هنا where meeting. طب ازاي مش ده ماضي مستمر؟ ما هو ده كان الاول مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل، هنحوله نخليه ماضي مستمر. she complained that she for more than an hour for her appointment. طيب الجملة دي فيها ظرف؟ لا مفيش ظرف، خلاص انت هتاخد لفعل القول. كومبلينت زمنه ماضي، يبقى لازم تاخد فعل برضه ماضي. يلا وبعد كده اللي انت هتقول لي بقى، هي اشتكت ان هي انتظرت، يبقى هاد ويتد. طيب زي بروميسد ذات زي اس اس سون از زي ارايفد. لاحظ ان زي بروميسد يعني هم وعدوا، في فعل القول زمنه ماضي، وبعدين قال لك هنا برضه ارايفد زمانها ماضي، فانت لازم تختار ماضي، فعشان كده خدت وود فول. He said that he had arrived late the night. لاحظ ان had arrived دي ماضي تام، يبقى انت هتقول the night before، اللي هي the night before. طب نفترض ان هو قال لك he said that he would arrive، يبقى احنا كنا هنقول the night after. He said that he would arrive late the night، او جاب لك هنا would arrive، يعني انت هتقول the night after. اصل the night after ده يعني مستقبل، الليلة اللي جاية لسه مستقبل، فبالتالي ناخد مستقبل. طب the night before ده الليلة اللي فاتت ماضي. He agreed he wouldn't tell anyone what I، هو وافق انه لن يخبر اي شخص بما انا قلته، يبقى what I had said. ليه؟ عشان agreed ماضي، would ماضي، فالجملة كلها ماضي. He said that he was going to the dentist not. لاحظ ان was going دي كانت مضارع مستمر مع now، قدمناها خليناها was going، وبدل ما هنا وهنخليها then، وبالتالي هنا then 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 اللي هي دي. I admitted that I have any plans. اعترفت انني ليس عندي اي خطط. هل في الجملة دي ظرف؟ يعني ايه ظرف؟ يعني في yesterday the previous day the previous month، في حاجة من دول؟ لا مفيش. اذا زي الشغل كانت تروح لفعل القول زمانه ايه؟ admitted ماضي، فانت هتختار بقى برضو ماضي عشان ده ماضي، يبقى انت هتختار didn't have عشانها ماضي. طب رقم 22 he said to me the earth around itself. الجمله دي سواء بين اقواس او بره اقواس كده كده هناخد مضارع بسيط، لان ده حقيقه علميه، والحقائق العلميه دايما مضارع. he told me that the earth around itself، برضو نفس قصه الارض حقيقه علميه، فهنقول moves. he admitted that he had arrived late. لاحظ تاني كده في الجملة دي admitted that he had arrived. had arrived دي زمانها ماضي تام، يعني انت عايز كلمة من الكلمات اللي بتشيل الماضي التام، اللي هما yesterday ما تنفعش، ان yesterday ده ماضي بسيط. last night ما تنفعش، عايزة برضو ماضي بسيط، لكن هي لو ازاي last night كنا خدناها. tomorrow مستقبل باخد معاها will، ولو متحولة ل the day after كنا هناخد would والmaster. اصبح قدام حضرتك كده the night before بس هي اللي بتدل على زمن الماضي.
He said just now he a new car last month. هو قال الآن أنه اشترى سيارة last month. اسمع مني بقى الكلمتين دول وركز فيهم. الجملة دي فيها ظرف قال، هو مين؟ last month. last month دي بستخدم معاها زمني ماضي بسيط، فتروح زي الشاطر كده مباشرة بختار ماضي بسيط. هتقول لي يا مستر طب ما في مشكلة، مش said just now دي نعتبر فعل القول ماضي؟ هقول لك انتبه، طول ما انت معاك في الجملة ظرف، طول ما انت معاك في الجملة ظرف، يعني زي last night yesterday in the past ago the previous time، اي ظرف اي ظرف، فالظرف هو اللي يحكمك، وكأن فعل القول ده مش موجود، حتى لو مضارع او ماضي مش هيفرق معاك. He said just now that he a new car next month. هو قال الآن أنه a new car next month، يعني هتيجي تقول لي برضو said just now مضارع، هقول لك مالكش دعوة. هنا ما دام قال لك next month يبقى ده مستقبل بسيط، يبقى تاخد will والماستر. حلو، فتاخد هنا will by. طب معلش انت خدت will by علشان هو قال لك said just now، فعشان كده اعتبرناه فعل القول مضارع. هقول لك لا مش ده السبب، احنا خدنا هنا will والمصدر عشان next month بتدل على مستقبل بسيط. He said he not to school the previous day. والله يا مستر the previous day دي كلمة من الكلمات اللي بستخدمها دايما مع الماضي التام، يبقى خلاص هناخد ماضي تام، يبقى hadn't gone يا نمبر سي. طب he said that he to school the following week. the following day، والله the following day دي من الكلمات بتاعت المستقبل، يبقى انا عايز would والمصدر، يبقى wouldn't go. the police said that said they not arrest the thief. البوليس قال انه ايه الريست يقبضون على اللص اللص. والله الريست مستقبل مصدر سوري، فانا عايز دونت ودازنت وهادنت بس ما عدا هافنت، يعني كده من وفقا لمنظر القاعده كله ينفع ما عدا رقم دي رقم دي. ولكن القاعده بتقول لك يا عم الحاج الجمله ديت اللي قدامك ذا بوليس سيد زي نوت تسيف، هل الجمله فيها ظرف؟ لا ما فيهاش ظرف. هتروح لمين يتحكم فيك؟ هتروح لفعل القول. سيد زمنه ايه؟ ماضي، فانت عايز ماضي، وبالتالي هنقول هادنت ارستد او ديدنت ارست، وبالتالي ناخد هنا ديدنت عشان هو جاب لي ارست. اقول تاني 35 الجمله فيها ظرف، يعني ايه فيها ظرف؟ فيها ذا داي بيفور ذا داي افتر، فيها الناس دي؟ لا ما فيهاش الناس دي خالص. خلاص يبقى انت كده هتروح لفعل القول، تشوف زمنه وتختار وفقا لزمنه. طب 35 ذا بوليس سيد زي نوت ارست ذا سيف، برضه ما فيش في الجمله دي ظرف، هتروح لفعل القول. ذا بوليس سيد سيد ماضي، حلو كده. طيب ارستد تصريف ثالث، فانت هتقول هادنت ارستد. شي سيد اي اني وان انتل اي هاف فينيشد. الجملة دي رقم 37 من أقواس، يعني معنى كده إن الكلام ده مباشر. حلو الكلام؟ كلام مباشر لما يكون معاك رابط في كلام مباشر زي تل وانتل وبعدهم مضارع تام، فأنت عايز قبلهم مستقبل، والمستقبل هنا won't see اللي هي نمبر بي. He said metals when they are cooled. هو قال لي إن المعادن بيحصل لها إيه عندما تسخن. والله الحقيقة العلمية يا مستر ما بتتغيرش حتى لو فعل القول زمنه إيه، فأنت هتقول metals contract اللي هي نمبر بي، ان المعادن هو قال ان المعادن تنكمش اذا وضعناها على ال اذا افكول اذا عملناها بردناها. His mother told him to study harder and added that. امه قالت له ذاكر باجتهاد and added that his last chance. لاحظ ان الجمله كلها متحوله، يعني his mother told ماضي to study harder and added that واضافت انه كان او هذه اخر فرصه. كون الجمله متحوله فانت برضه هتحول وتقول له ذات على طول، ما تقولش ذس، وكونها ماضي فهتاخد ووز، يعني تلك كانت. My mother told me that I not a parent and I would understand. My mother امي اخبرتني انني a parent يعني اب يعني، وانني لابد ان افهم ذلك، يبقى I would be under a parent. طب ليه ما ناخدش I was a parent؟ اصل بص ال and دي عطف معطوف، بعدها قال لك and I would، يعني بعدها مستقبل، بعدها would والمصدر، فاللي قبلها برضو لازم يكون زيها. She wanted to know if I to go shopping with her. هي ارادت ان تعرف اذا انا احببت ان اذهب للتسوق معها، وبالتالي انت هتقول لي if I would like to، would like to لو ان يحب ان. طب ما ينفعش ان انا بعد wanted اخد will، ولا ينفع بعد wanted اخد do، ولا ينفع بعد wanted اخد like، عشان كده الوحيده الود هي الماضي. Lisa said that her brother had gone to the stadium an hour. Lisa قالت ان اخوها ذهب الى الاستاد an hour before،
اللي هي كانت انقوى رجوع مع ماضي بسيط حولناها خليناها ماضي تام اهي هتجن فتبقى معاها بفور. She says that she really already now to go to the shops. هي قالت ان هي جاهزة الان للذهاب للمحل. والله ناو دي كلمة دالة على زمن مضارع، خلاص يبقى تاخد از. طب نفس الجملة she said that she not ready then to go to the shops، يبقى then هنحول از الى was، يبقى هنا was عشان ده ماضي. اذا كان هو حول فانت بتحول، ما حولش فانت ما تحولش. He told me that he had played basketball. هو اخبرني انه لعب الباسكتبول. لاحظ معايا كده يا مستر، هاد بلايد دي كانت ماضي بسيط وتحولت لماضي تام. اذا انا هاخد كلمه كانت كلمه ماضي بسيط تحولت لماضي تام. ذا نيكست، كلمه ذا نيكست دي مستقبل، المفروض كنا خدنا وضو الماستر. ذا دي بيفور اه تنفع ديت. ذا فولوينج ويك مستقبل، عايزه برضو وضو الماستر. ذا فولوينج دي اخت ذا فولوينج ويك، كلهم مستقبل. اذا الاجابه هنا ذا دي بيفور اللي كانت يسترداي. شي سيد ذات شي traveled by underground before she came to London. هو جايب traveled تصريف تالت، فانت من غير ما تخطط وتفكر اكيد عايز hadn't. طب ليه مش didn't travel و couldn't travel؟ طب ليه مش hasn't؟ لان said ماضي واخر الجملة ظرف اصلا ماضي. she said that she not when her husband called. هي قالت ان هي ايه لما جوزها اتصل. كانت نائمة، والله had slept يعني نامت، slept يعني نامة، will sleep يعني سوف ينام، لكن هاد بين سليبنج يعني كان نائما، ومعنى الجمله بالعربي هي قالت ان هي كانت نائمه عندما اتصل زوجها. ولو انت ايه عارف، لو انت قلت لي نامت لما زوجها اتصل، يعني ساعه ما زوجها اتصل لها انا جاي راح نايم. منى سيد ذات شي هاد جان تو بيد ايرلي. بص بقى تركز معايا في الجمله دي، انت بتقولي سيد ذات شي هاد جان، يعني معنى كده ان الجمله زمانها ماضي بس ماضي تام، فالظرف لازم يكون متحول. ناو دي ما تنفعش، لان ناو دي ناو دي بتيجي مع المستقبل معمول على طول. طب today دي مضارع بسيط، ذات نايت تلك الليله، تو نايت مضارع برضو. اذا انت عايز حاجه متحوله اللي هي ذات نايت، كانت تو نايت بقت ذات نايت. 49 هي تولد هير ذات شي ووز ذا موست بيوتيفول جيرل. هي هو قال لها ان هي اجمل فتاه ان هو قابلها، يبقى هاد ايفر سين. ماري انفورمد مي ذات شي ويل بلاي كاردز. ماري قالت لي ان هي سوف تلعب الكوتشينه. خد بالك ويل بلاي ده مستقبل ما تحولش، ثانيا مستقبل، انت فاهم كلمه مستقبل يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يسترداي، ما ينفعش ذا داي افتر عشان ده ويل، لو هي ويل كنا خدنا ذا داي افتر عشان كده بتحولها. تومورو تنفع طبعا هي الاجابه الصح، لكن ذا فولوينج داي ما تنفعش لان ذا فولوينج داي كانت عايزه بدل ويل وود. اذا الاجابه هنا تومورو. ماي ماذر تولد اميره ذات شي بيتر كلين اب ذا مس ان هير روم. امي اخبرت اميره انها كان من الافضل لها ان تنظف الغوغائيه التي في منزلها. يعني لاحظ ان هنا في الجمله دي تولد فعل القول زمن ماضي. طب انت اشمعنى هنا بالذات قلت لي ماضي؟ يعني ما انت طول عمرك ما بتهتمش بفعل القول. ما احنا لما قرانا الجمله دي يا فندم ما لقيناش فيها ظرف اطلاقا، وكون الجمله ما فيهاش ظرف فانا بحترم فعل القول اللي هو مين؟ تولد. وتولد ده ماضي فانا لازم اخد له ماضي. ده رقم واحد. رقم اتنين، جينا بقى رقم الاختيارات، هنقول هاد هاد ولا هاد ولا ووز ولا ود. المفروض الجمله اصلا اسمها هاد بيتر، وانا عارف كويس جدا ان هاد بيتر يا مستر ما بتحولهاش. يعني كده تاني، هاد بيتر ما بنحولهاش لما نيجي نعمل تحويلات، دي مهمه. هاد بيتر ما بنحولهاش لما نيجي تحويلات. يعني انت قدامك هاد بيتر، لما نيجي تحولها هتقول هاد هاد بيتر؟ لا طبعا ده ما ينفعش اطلاقا وده خطا، فانتبه. يبقى انت خدت هاد بيتر وهي اصلا هاد بيتر برضو من جوه الاقواس كده. 52 ماي ماذر تولد اميره ذات شي رازر. برضه نفس القصه، وود رازر، هي هي وود رازر ما بنحولهاش. طيب رقم 53 ماي فاذر سيد ذات هي مي ا نيو موبايل انتل اي هاد باسد ماي نيكست اكزامز. ابي قال انه موبايل جديد يعني الا لما انا اخلص الجامعه او الامتحانات المقبله. لاحظ معايا نيكست اكزام الامتحانات اللي جايه، ده مستقبل، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، تلو انتل جايب بعدها هاد باسد ماضي تام، فاللي قبلها المفروض يكون ماضي. حلو الكلام، وفقا للقاعده فانت هتقول didn't buy. بس انت لو ترجمت كده، ركز معايا، عشان اقول لك ده كويس كده ركز معايا. احنا المفروض يا مستر حافظين ان تلو انتل دول بيجي بعدهم ماضي تام وقبلهم ماضي باسد منفي. حلو، قدامي هنا didn't buy المفروض اخدها وانا مغمض عيني. لا ما تاخدهاش انت مغمض عينك، محتاج تترجم. انت ينفع تقول لي ابي قال لي انه لم يشتري لي هاتفا الا عندما نجحت في الامتحانات المقبله؟ لا، المفروض تقول لي
أبي قال أنه سوف لا يشتري لي هاتفا إلا إذا نجحت في الامتحانات المقبلة. فالجملة دي مهمة جدا ومحتاجة إنك تترجمها على مهلك وتركز فيها عشانها حلوة. دي اللي هي رقم 53، دي برضو جملة حلوة جدا جدا جدا. طيب she stated that، يعني هي قالت بأنه، يعني جرافس لونج نيكس، ان الزرافات ليها رقبه طويله. والله سواء نسيت وما استتتش كده كده هناخد هاف لان دي حقيقه. يو ريفيوزد تو هيلب مي، عمر انت رفضت تساعدني. يا عمر ذا برناون مي الفيرست تو، انت ساعدت رفضت تساعدني يا عمر. يبقى مي عايدة على المخاطب، اذا ادرسي الى المخاطب سبيكر متحدث ادرسي مخاطب، وطبعا هو ما بيكلمش المخاطب، بيتكلم مع المخاطب. سوري. هي سيد هي واز وركينج ذن، الجملة دي بقول فيها هو قال أنه كان يعمل في ذلك الوقت. ده معناها إن I was working yesterday، I was traveling now، I was traveling then، I am traveling now. ولا واحدة من دول صح، كل الأربعة دول غلط. المفروض الجملة دي تبقى يبقى he said he was working then، ده معناها I am working now، انا اعمل ايه؟ I am working now. هي دي المفروض تبقى كده، وهتلاقيها نازله في الطبعه اللي بعد كده من الكتاب بالشكل ده. I must give my homework in tomorrow، لازم اسلم واجبي بكره. ده معناها must هنحولها had to، فتبقى I had to give my homework in the next day. تمام. طب رقم بي ما ينفعش ليه؟ I must have given، لا انت كده غيرت معنى الجمله خليتها ماضي. I had given برضو ما ينفعش، must had to، يبقى كده الإجابة رقم إيه؟ صح. 58. أنا ورجو my brother said to me، بعد من خلال من ساعة أخويا قال لي I will buy a new mobile next week. نيجي بقى نحول بقى. An hour ago my father، ده أخوي أبي مش أخي، my father said، تعال نشوف I would buy، لا مش هنحول لأنه قال لك أنا ورجو يعني زي أشورت تايم أجو، يعني الكلام لسه متقال من فترة قصيرة جدا، فمش هنحول، فما ناخدش الفه ودي خالص. طب التانية بقى I will buy a new mobile next week، آه حلوة دي. طب I will buy a new mobile the next week، إزاي قلت إزاي أنت حولت the next week وسبت will زي ما هي، فدي برضو مش صح. طيب اللي بعديها I would buy a new mobile the next week، انت حولت بالرغم من الجمله الاصليه قال لك ان اور اجو، يعني من ساعه واحده، معنى انه من ساعه واحده يبقى الكلام ده لسه متقال قريبا فمش هنحوله، وبالتالي هنقول اي ويل باي ا نيو موبايل نيكست ويك اللي رقم بي. 59 بيقول لك شي سيد نو اي وونت باي يو ساتش ان اكسبنسيف واتش، يبقى شي نوت تو باي هير دوتر ساتش ان اكسبنسيف واتش، يبقى هي رفضت تشتري الساعة لأنها قالت أنا سوف لا أشتري لك ساعة، يبقى ده كده رفضت refused. إيمان said that their teacher to Luxor the next week، the next week يبقى ده متحول، ومتحول يعني ناخد ودول مصدر. إيمان said that teacher to Luxor next week، ما تحولتش يبقى ناخد ويل والمصدر اللي هي ويل جو. طيب بعد كده 62 I knew that I knew that a new secondary school in our village recently، ركز، انا اعرف ان مدرسة تبنى في مدينتنا تكون حاليا، يعني والله نيو في زمن قول ماضي فهنقول هاد بين بيلت اللي هي نمبر سي. طيب رقم 63 he said to me، ها هو قال لي I sent the letter two days ago، انا بعت الجواب من يومين. تعال نشوف بقى مين الصح في دول. he told me that he had sent the letter two days before، اه ما هو احنا نحاول اقولها before. he told me that he sent the letter two days earlier يعني before، اه يبقى صح. he told me that he had sent the letter two days after دي مستقبل، يبقى ملهاش علاقه بالموضوع، يبقى انت كده عايز ايه اند بي. طب 64 he said to me I didn't see the robbers last night، هو قال لي انا ما شفتش اللصوص ليله امبارح. ده معناها he told me he hadn't seen the robbers the night before، هو لم يرى اللصوص الليلة المقبلة، اه. طيب he told me he hadn't seen the robbers the previous night، برضو اه. he told me he hadn't seen the robbers the following night، the following night الليلة المقبلة، لا طبعا ده مستقبل، يبقى احنا كده عايزين A and B. طيب اخر جملة
He said I use it to clean my room every day. قال انا معتاد انظف اوضتي كل يوم. يبقى he said he used to clean his room every day. طبعا دي صح، ما هو said زي ما هي وما حولناش every day فجبناها زي ما هي برضو زي ما هي بنفس التركيب. He said he had used to clean his room every day. ازاي every day يا عم؟ مع ماضي تام had used، فطبعا ده مش ينفع. طب he said he used to clean his room every day. He said he used to clean the. ينفع cleaned بعد to. إذن الإجابة هنا رقم إيه بس؟ وكده خلصنا كلام قواعد الوحدة التسعة وكلماتها، وهننطلق بعد كده إن شاء الله مباشرة للوحدة العاشرة بعون الله. وما تنسوش إن كل يوم اتنين ويوم خميس هينزل فيديو على المنصة. الفيديو ده فيه حل أسئلة من الأسئلة الغريبة الموجودة في الملخصات اللي إحنا سميناها سلسلة حل أفكار كتب الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.